مرحبا بفيديو اليوم رح نعمل مع بعض كيكة مالحة وهي كيكة الزعتر الأخضر والجبنة. هدول النكهتين كتير بيلبقوا مع بعض بكتير شغلات، بس اليوم رح نعمل فيهم كيكة صحية. ليش صحية؟ لأنها أول إشي بدون سكر لأنها كيكة مالحة، والشغلة الثانية إنه ما فيها طحين أبيض، هي فيها شوفان. نعم فيها شوفان، هو بيعطي شبع أكتر، وكمان بحس قوامه مختلف عن الطحين. يعني أنا هاي الكيكة جربتها بطريقتين، بالطحين الأبيض وبالشوفان، عجبتني قوام وطعم الشوفان أكتر، بيكون هيك الجزيئات تبعته متباعدة عن بعض، شايفين كيف؟ مش زي الطحين بتكون مختلفة. فتابعوا معي بهذا الفيديو لتشوفوا هاي الوصفة، عن جد جربوها لأنها كتير زاكية وسهلة. بس قبل ما نبلش بالفيديو، إذا لسه مش مشتركين بقناتي اشتركوا وفعلوا جرس الإشعارات ليوصلكم كل فيديو جديد بنزله. وهلأ خلونا نبلش بالوصفة. أول إشي رح نطحن الشوفان باستخدام محاضرة الطعام. أي نوع شوفان رح ينطحن ويصير بودرة، فاختاروا أي نوع بتحبوه. أنا هون عندي كويك أوتس اللي هو الشوفان سريع التحضير، فزي ما حابين أنا اخترت هذا. رح أحطه بمحضرة الطعام ورح أضلني أطحنه لأوصل أنعم يعني درجة ممكن أحصل عليها. عادي لو ضل إنه شوي فيه حبيبات طبيعي جدا، بس حاولوا قدر الإمكان نعمه. بعد ما طحنت الشوفان جهزت كل الأغراض، عندي بيض، اللبن اللي هو زبادي، عندي زيت زيتون، خل أبيض، إزحة، ملح، بيكنج باودر، حلوم لايت يعني جبنة حلوم لايت، زيتون أسود وزعتر أخضر. رح أحكي لكم بالتفصيل كيف الطريقة هلأ بالضبط بالفيديو. أول إشي رح أحط المكونات الجافة على بعض اللي هي الشوفان، البيكنج باودر، وعندي كمان الملح والإزحة أو اللي هي حبة البركة. رح أحطهم كلياتهم على بعض وأحرك باستخدام الويسك عشان توزيع أفضل، وبس بالنسبة لي هيك تمام. الإزحة اختيارية على فكرة، أو اللي هي حبة البركة اختياري، بتقدروا تشيلوها. وكمان كمية البيكنج باودر هنا أعلى من الإشي الطبيعي علشان هاي الكيكة تقيلة، خصوصي مع وجود الشوفان بتكون أتقل، مش زي الكيكات العادية تمام، حتى قوامها مختلف، فعشان هيك كميته شوي أعلى علشان رفع أفضل تمام. هلأ بالنسبة للخطوة اللي بعد هيك، بس أحرك المواد الجافة، بحط البيض ببولة العجن، هاي البيض بحرارة الغرفة عشان ينخفق بشكل أفضل، ضرورية كتير هاي النقطة. رح أحط عليه خل أبيض عشان إذا في زنخة ينشال، وباستخدام الويسك اللي هو هذا المضرب رح أخفقه عبل ما يصير قوامه فاتح وكريمي. رح أفرجيكم كيف، يعني هاي العملية رح تأخذ معانا وقت، يعني ممكن تأخذ معانا 5 لـ6 دقائق خفق. إذا ما عندكم عجانة عادي جدا تقدروا تستخدموا الهاند ميكسر اللي هو خفاق الكيك اليدوي، هو بالكهرباء بس بيكون ماسكينه بإيدنا عشان نخفق. بس رح نخفق أول إشي على سرعة متوسطة، بعدين بعلي السرعة للآخر عبل ما يصير قوام زي هيك، شايفين كيف صار أفتح وأخف مبين عليه؟ هذا هو القوام بالضبط اللي بدي أوصل له، جدا مهم لأنه هذا اللي رح يرفع لي الكيكة بمساعدة البيكنج باودر تمام. هلأ رح أحط زيت الزيتون، طبعا زيت الزيتون كتير صحي وبلبق كتير مع طعم هاي الكيكة، ورح أحط اللبن الزبادي بحرارة الغرفة، هذا اللبن اللي بناكله مع الرز تمام. رح أخفق بس عبل ما تندمج المكونات على سرعة متوسطة مش أكتر، يعني بس 30 ثانية. بعد هيك بطفي العجانة وأضيف كل المواد الجافة. أنا بس بحب أحرك سباتيلا عشان كتير تمقلبت وطار على وجهي الأشياء، بس أشغل عجانة فصرت أحرك شوي بسباتيلا قبل تمام. هون نفس الإشي بس على سرعة يعني من متوسطة لعالية، عبل ما أحس إنه كل إشي اختلط لـ30 ثانية وبوقف. شايفين كيف القوام؟ خلاص تأكدت إنه الشوفان توزع تماما بالخليط. هلأ ببلش أضيف الأشياء تانية. الزيتون الأسود بتقدر تستغنوا عنه، رح أحطه هيك حلقات، رح أحط جبنة حلوم لايت، ورح أحط زعتر أخضر، بس بهاي الطريقة بس عم بدخلهم عشان ما يطيروا، وبخفق بس خفقة بسيطة بس ليختفوا معاي، يعني أحسهم هيك توزعوا، ما بدي يتكسروا ويصيروا ينهرسوا من الويسك أو يتأثر الويسك حتى لأنهم هم تقال، بس بدي شايفين كيف بس يدوب شغلتها وطفيتها بتصير عندي الكيكة بهذا القوام. هي كيكة تقيلة يعني تعتبر حتى خبزة أكتر من أنها هي كيكة، هيك بتكون عندي جاهزة. هلأ بحطها بالقالب، عندي هون قالب مربع 20×20 سم، بطن بزيت وورقة زبدة، رح أحط فيه الخليط. بتقدروا إذا قالب دائري تستخدموا قالب قطره 23 سنتي عشان تحصلوا على الارتفاع المطلوب تمام. رح أحط في الكيكة وأحاول بسباتيولا أوزعها على جميع الجهات لأنها ما رح تتوزع لأنها كتير تقيلة، وبعد هيك بزين بالوجه بحلوم لايت، زيتون وزعتر اللي هي ورق الزعتر. بدي احكي لكم انه بتقدروا تستخدموا اي جبنه بيضاء انتم حابينها عندكم اياها، انا حبيت استخدم اللايت حلوم لانه بحبها ولانه اخف سعرات حراريه، بس تقدروا تستخدموا جبنه بيضاء نابلسيه زي ما بدكم. بتفوت على فرن محمي قبل ب10 دقائق على 180 درجه مئويه، بتقعد تقريبا 25 ل 30 دقيقه اول ما تبلش الاطراف تتحمر. لكم حريه الاختيار انكم تحمروا الوجه تبعها او لا، انا مش كتير بحب احمر الاشياء بحسها بتنشف اكثر، ف
يعني ما بحب. هلأ فرجيتكم كيف بس غرزت السكينة وطلعت ناشفة هيك، بتأكد إنها استوت، بتركها على شبك تبريد عبل ما تبرد تماما، أو بتقدروا يعني وهي دافية تكلوها. بشيلها هيك من القالب، بحرر الأطراف عشان تنشال معاي وما تتقسم وتكون مثلا ملزقة بشقة. هي عموما ما رح تكون ملزقة، لأنه الإشي اللي بيخلي يلزق الكيك بالقوالب هو السكر، وإحنا هون ما عنا سكر نهائي، تمام. وبس هلأ بشيلها بهاي الطريقة يعني من القاعدة، وحطها على طبق التقديم وبقدمها. الوصفة كتير سهلة وكتير زاكية، يمكن أنا عم بشرح كتير بالخطوات، بس أنتوا لما تعملوها رح تكتشفوا أنه تك 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 خلصت معاكم. رح أستنى منكم أنكم تجربوا الوصفة وتحكوا لي رأيكم، بس قبل هيك بدي تكتبوا لي بكومنت هل حابين فكرة الوصفات الصحية، يعني حابين ضلنا نعمل وصفات صحية، ولا بدكم وصفات مليئة بالسعرات الحرارية والدسم والسكر وهيك. فاحكوا لي رأيكم بالكومنت، ولا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشيروه مع أصدقائكم. بشوفكم إن شاء الله على خير بوصفات جاي وفيديوهات جاي. يعطيكم ألف عافية.